بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي المغاربة، مرحبا بكم في برنامج جديد معنا، مع حلقات قصص غريبة مع رشيد. اليوم جيت لكم فيديو جديد اللي غنعاود لكم على واحد الحدث وقع لي. واحد النهار في حياتي مشيت لواحد البلاصة، كان الحال فوق البحر، ومن ثم اكتشفت بعد الأحجار كانوا واقفين في جنب البحر في الرملة، ودخلني الفضول، قلت مع راسي انا نمشي نشوف هاد الحجرة شنو كاين تحت منهم. بديت كنهبش شوية، وصلت شي حجر كان لاصق، بديت نضرب معاه. داز واحد الصديق ديالي كنعرفو، قال لي اش كدير تما؟ قلت له والو، دخلني الفضول ها كنبش. قلت له اجي شوف معايا اش هاد الشيء. كان شويه ديال البرد، وانا درت واحد الحفره وتحت في ديك الحفره، كانت الرمله كتجي وكتضرب ليا في عينيا. قلت له يعني جاي مشيت جبت واحد الكشه صغيره، هو مشى مضرب مع داك الحجر، وانا مخبي بديك الكشه، مخبي وجهي. ولكن في واحد الوقت ملي حليت عيني ما بقاش السيد مدرك، ولا كيبان لي واخا كاين الكشه، وليت كنشوف فيه هو كيهبش في داك الحجر. ولات واحد الكلبه، حشاكم عزكم الله، كتبان ليا كلبه قهويه ناعسه، وتلقى واحد الودن هنا واحد الودن هنا، وعينيها حمرين شاعله فيهم البواري بحال العافيه، وهي كتقول، وهو بحال مدورانجيها، وبدات كتشير ليه كتقول لي ديك انا بانت لي ديك الكلبه بحال الا بيت تعد فيه. وشويه شكيت في الامر، وبديت كنقرا شي ايات ديال القران وشي ادعيه، وانا ما قلت ليه والو. بان لي واحد العود بيض واقف فوق من راس ديك الكلبه، هي بات تعض، وهو كيقول لها ديك اللعبه ديال زعما سكتي ما تحركي حتى شي سكينه. شويه شت داك العود وشت ديك الكلبه، وانا نحيد ديك الكشه، وانا نقول داك الدري نوض من تما. نط انا وياه من ديك البلاصه، مشينا لواحد البيته كاينه تما، ريحنا فيها. كنستغربوا في الامر، شويه ولينا ملي درنا لقينا تقريبا واحد الكميه كثيره ديال النمل دايره بينا، حتى ولات غير ديك الحصيره اللي مريحين اللي ما وصلوهاش بوحدها، دارونا في الوسط وما قدرناش باقي باش نوضوا نخرجوا مع ذاك الباب. وفينا واحد الخوف، وانا نقول ليه شوف راه حنا راه حصلنا هنا، هذا الشيء راه شي مشكل، نوض حيت الا غتنوض غادي تبجغ ذاك النمل. قلت ليه نوض واتكل على الله ونخرجوا. نضنا بواحد ابزز، خرجنا مع داك الباب وجرينا للسياره وطحنا فيها، هو كان اللور وكسرينا. وشويه ولا شي حاجه كتلصق لينا في الطوموبيل تبعنا من اللور، داك الشيء بحال الا قلتي شي بحال بنادم صغير ولا ما عرفتش، داك الشيء كيولي كيلصق لينا في الطوموبيل. وعلى سلامتنا، وهذه القصه وقعت ليا تقريبا في عام 2005 تقريبا، فاش وقعت لي القصة، وقعوا لي شحال من قصص اخرين في حياتي. داكشي علاش درنا هذا البرنامج هذا، باش نوصلوا فيه هذه القصص الغريبة، باش ملي كتوقع لك شي حاجة في حياتك بحال هذه كتجيك باقي فكرة على الحقيقة ديالها ومناش جا داكشي. وانا من الاخر غادي نصرح لكم منين جا داك المشكل، وعلاش داكشي شفتو، وشنو هو السبب اللي داني لتما. من هذا المنبر كنسلم عليكم، وكنقول لكم تسناونا ان شاء الله في الحلقه الجديده.